صفر اثنان واحد ثلاثة صفر ثلاثة واحد اثنان ستة ثمانية هنا بوخارست صوت رومانيا العالمي. مستمعينا الكرام طاب لكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بوخارست ونقدم لكم فقرتنا اليوم التي نستهلها بالمجلة الإخبارية وفي طريق فقرتنا كل شيء من رومانيا نصحبكم في رحلة إلى رومانيا الصباحية معكم بشار الكشاوي. أحلى الأوقات أتمنى لكم بفقرة برامجنا كما أتمنى لكم عيدا سعيدا وكل عام وأنتم بخير. وإليكم في مستهلها نشرة الأخبار. رددت حالة التأهب في رومانيا ابتداء يوم الخميس لمدة شهر آخر، ولكن مع ذلك وجدت بعض التخفيفات الجديدة للقيود مقارنة بالإجراءات المتخذة حتى الآن، حيث أيديت القيود المفروض تعرض مشاركة المواقف الدينية والزيارات، ولكن مع مراعاة تدابير الحماية الصحية. بالإضافة إلى ذلك سيسمح بتنظيم فعاليات رياضية وثقافية تجريبية بمشاركة الأطفال بعد الفيروس الحالي الـCOVID-19 خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وكذلك أولئك الذين كانت نتائج اختبار الكشف عن الإصابة بالعدوى لديهم سلبية. من ناحية أخرى تحضر التجمعات للاحتفال بالأعياد والمناسبات السنوية والحفلات العامة والخاصة سواء في أماكن مغلقة أو مفتوحة. دعا الرئيس يوم الخميس في العقد الاجتماعي العملي مع رئيس الوزراء كريم كسو وعدد من اعضاء الحكومه ورئيس قسم حالات الطوارئ الدكتور رائد عرفات ومديره المركز الوطني لمراقبه الامراض المعدية.